مشاهدي محمدية بريس، أهلا بكم في برنامج توك شو هنا المحمدية. المحمدية للمجلس البلدي الحالي ديالها عمل أسبوع ذاكرة المحمدية اللي بغي يسترجع فيه سكان المحمدية 54 سنة. ضمن أسبوع اطلق عليه المجلس ذاكرة المحمدية، أسبوع ثقافي غنائي شعبي وفيه الفولكلور والتبوردة والغيوان والتقادة وزيد وزيد. نظر على طريقة الاحتفال بهذه المناسبة اللي شابتها اختلالات تنظيمية كبيرة، كتبدأ من توقيت الحفل مرورا بالشمس الحارقة اللي محنات الشخصيات المدعوة وعلى رأسهم مصطفى البكوري أمين عام الأصالة والمعاصرة وكاتب عام العمالة وشخصيات كبيرة رياضية وسياسية وأيضا أجنبية اللي عجزات الجهة المنظمة توفر لهم أجواء الاحتفال المريحة والراقية، راقية بمستوى الحدث وهو تسمية ساحة الجماعة باسم عزيز على المغاربة كاملين وهو محمد الخميس. وبعد تسمية الساحة رسميا باسم الملك الراحل محمد الخميس، توجه وفد رفيع المستوى ببهو الجماعة باش يطلعوا على المشاريع اللي حقق المجلس البلدي لسكان المحمدية. سكان المحمدية اللي انتخبوه وصوتوا عليه بنسبة كبيرة جدا منذ 2009 حتى هاد اللحظة 2014، وأيضا يعرفوا المنجزات والمشاريع اللي ناوي المجلس ينفذها هاد العام. جميل، كيف ما كتشوفوا بالصورة رئيس الجماعة بحضور شخصيات بارزة كيستمعوا من موظف بالجماعة لشرح لهاد المشاريع. مجموعة ديال المشاريع اللي انجزها هاد المجلس منذ قدومه من 2009 إلى 2013 انجزت، وعندنا مشاريع تقريبا 16 مشروع خلال هاد السنة ديال 2014. إذن أشنا هي المشاريع اللي تحققت وخاصة قدام عينينا دابا ميزانيات مشاريع ضخمة وفخمة، الأرقام في هذا الطابلو كتحمق وأسماء المشاريع كتهبل صراحة، ولكن من اللي كتنزل للشوارع وأزقة وساحة المحمدية غيبة ليك حاجة أخرى، وكأن هذه المشاريع والميزانيات الضخمة ديالهم كتهم مدينة أخرى غير المحمدية بتاتا. لا علاقة لا مقارنة، التناقض كل التناقض. لحقات الجماعة سيدنا ما كيتعداش على رؤوس الأصابع وماشي بالشكل اللي كان مخطط له ومقرر له. إذن باش غنبداو سيادنا على أين محمدية بريس غتخصص حلقات متتالية ومتابعة لكل المشاريع اللي نجز المجلس البلدي بناء على اللوحات الإشهارية اللي عملهم المجلس بكل الساحات بالمدينة، وأيضا بناء على هاد اللوحات اللي شفنا اليوم بالمجلس. عدد من اللوحات الإشهارية لمشاريع كاينة في مدينة المحمدية، يعني 10 أو 12 لوحة إشهارية كتقول أن مشاريع غادي تنجز في المحمدية من 2009 حتى 2013، ولكن معظم هذه المشاريع هذه ما تنجزاتش، كالمجازر البلدية كما كاينة، المقبرة وعدد من المشاريع. علاش؟ والحدائق أيضا. فيما يخص المشاريع اللي كتشوفوها الآن في الطابلو هي اللوحة القديمة. أولا هي مشاريع، هي نفس المشاريع اللي كاينه هنا هي اللوحة القديمة يعني، ولكن اللوحة الأخرى كان عندها واحد المهلة امتى غادي تكمل؟ علاش ما كملاتش؟ مجموعة ديال المشاريع كملات بحالاش المجزرة البلدية. المجزرة البلدية المجزرة البلدية ماشي بناء جديد، فهي بناء كيدير لها واحد الترميم والصيانة فقط. إذا الترميم والصيانة واش تعملت لها؟ من 2009 ل 2014 بالطبع تعملت لها صيانه. غير بالنسبه للصيانه، الصيانه عاديه ماشي ديك الصيانه، لان مجزره البلديه مجزره قديمه تحتاج الى ميزانيه كبيره باش تصاوب كلها، وفي الحقيقه هي الاماكن الان اللي كاينه فيه غير لائق الحقيقه. المكان جاء في شارع الحسن الثاني، شارع مهم، خاصنا نشوفوا ارض اخرى ان شاء الله في الحي الصناعي وفي مكان اخر باش تكون شي مجزره في المستوى
كتليق بمدينة المحمد. إذا ما نطولوش عليكم ونبداو حلقة اليوم بما يدعي المجلس وكيف تاخر به في مجال المساحات الخضراء بالمحمدية اللي مازال باقي غلط بزاف منا وباقي كيقول عليها مدينة الزهور. وأيضا غنوريكم الافتخارات الكبيرة لهذا المجلس في مجال الحدائق العمومية. نشوفوا أجدار المجلس وغنركزوا اليوم على الحدائق. زوج حدائق، حديقة مسجد الرضوان بالقصبة وحديقة حي القدس بالعالية دي الحسنية في نطاق M6 كيف ما حددها المجلس. إذا نشوفوا حديقة القدس في نطاق M6 كما قالنا المجلس البلدي. نشوفوا حديقة القدس بهذا النطاق هذا بالحسنية ونشوفوا السكان ديالها أش قالوا، ومن بعد غادي نشوفوا رأي موظف بالجماعة أشنو اللي قال. كيسكن هنا في حي القدس اللي غادي يعبروا لنا على الاسف ديالهم على هذا على هذه الحديقه هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. انت من الساكن هنا ديال الحي؟ اييه. نبغيو نعرفوا هذه الحديقه من نهار عرفتيها واش هي بهذا الشكل هذا. من نهار عرفتها تقريبا، يعني من كتفلاش جا 14 عام هي بحال هكا. ما شاء الله تبارك، مقبل على الزواج. احنا مقبلين على الزواج، هي باقا ما تم الاصلاح ديالها ما والو. كتاسفوا طبعا. ضروري تنتاسفوا، راه حيت هذا هو المتنزل الوحيد اللي عندنا في هذا الحي وتتشوفوا في هذه الكارثه. هذه راه كارثه والله، حتى كارثه. يعني الماء ما عمره وصل لها. الماء ما عمره ما وصل لها الا ديال المطر، الا ديال الله، الا ديال الله. ها ايوا، حنا تنتمنوا من ربي ما يخيبناش ويشوفوا يشوفوا في هذا الموضوع هذا يلقاو شي حل، شي حل. ضروري. هما قالوا لنا انهم الحل راه داروه، راهم صوبوها. وحنا باش ترد عليهم انت كمواطن اليوم، واش تكذب هذه الهضره ديالهم؟ وباقي ما شفنا والو حنايا. الصوره كتكذب. صبر على الصوره تتحدث عن النفس ديالها، انا ما خصنيش ندوي. يعني هذه هي الحديقه ديال القدس بمدينه المحمديه. هي هذه، هي هذه. كما قال لك الاخ صديق ديالنا، راه خاصنا نلقاو شي حل للجرده هذه، راه مابقاش جرده. شو لا تسمى حديقه، لا تسمى حديقه، نقدروا نسميوها اي حاجه الا حديقه. ما كاين حتى شي شي. نقاطعك هنا، هي حظيره صراحه، لان ملي كنشوفوا بعض هذا فكيفاش انت غادي تجلس حدا حشمت نقولها حشاكم؟ عادي، ماشي مابقاش كيطمئن. شوف الحاله ديال الجرده كيف دايره. هما اللي قالوا لك لا رجينا صابناها، راه شحال من مره حنا كنكونوا جالسين وكيبانوا لنا شي اشخاص كيبقاو كيجيونا كيصوروا كيديروا وباقي ما شفنا حتى شي حاجه، فهمتي؟ وراه ما عرفناش غنديروا معاهم. حنا عينا ما نطالبوا بالحقوق ديالنا. ولفتوا ربما هكا فقدتوا الامان. ماشي فقدنا الامان، راه شي حاجه اكثر من فقدنا الامان. حنا صافي، وهي متنفس ديال السكينه هنايا، يعني جات وسط ما بقاش متنفس. هذه كاش متنفس، مشات صافي، مشات. كان هذا راي السكان، لكن موظف بالجماعة ديال المحمدية أثناء حفل ذاكرة المحمدية وقدام الباكوري ومستشارين وضيوف أجانب كيتصدق وكيقول عكس الحقيقة أمام الملأ باللي الحديقة تاع حي القدس مصلوحة. نستمع لهذا الموظف. الحدائق العمومية بمدينة المحمدية يعني معظمها يعني في حالة يرتلها ومخصص لها واحد ميزانيه، ولكن ما تنجاتش. شنو في نظركم علاش ما تنجات كالحديقه ديال مسجد الرضوان؟ يعني عدد من الحدائق وجميع الحدائق اللي كانت برمجه جامعه المحمديه فهي تنجزات. مثلا الحدائق اللي كاينه الان اللي كتشوف اسماء، مثلا كان M6 اللي كنقولوا لها شارع المقاومه، تتمه ديالو حي القدس، ساحه القدس، وكتمشي كتسميوها حنا M6. إذن أشنو هذا؟ أش بان لكم؟ إذن فين هي الميزانية؟ سؤال كنطرحوه اليوم حنا أيضا أمام الملأ وبوجهنا أحمر، كنوجهوه للي كلا الميزانية. أش غيقول غدا قدام الله قبل ما يتحاسب؟ لأنه انسى باللي هذا مال عام، ونخاف يولي يعتبره البعض مال سايب، والمال السايب
راه عارفين اش كيعلم. كتشارك في الانتخابات؟ بطبيعه الحال كنشاركوا في الانتخابات. ملي جاو عندكم المترشحين للانتخابات الجماعيه في 2009 اللي كنت كتذكر، كانوا كيوعدوكم بزاف ديال المسائل، كانت من بينها الحديقه. كانوا كيقولوا لنا نصايبوا لكم هذا الجردان تهلاو فيكم، وهذه ونصايبوا لكم هنا ونصايبوا لكم هذه ونصايبوا لكم هذه، وما شفنا حتى شي حاجه. فين هما دابا؟ وفينا مراكشي راه اللي جمع شي حاجه في السكارة كيخبيها وكيديها. ما كاينش. كون ضحيه؟ احنا هما الضحايا. الضحايا احنا هما الضحايا، وهذه الجرده هي الضحيه، هي الضحيه الكبرى هي الجرده. شوف دابا الناس اوعاو في زمن الفيسبوك والانترنت وهذا، في الانتخابات الجايه اللي بقى لها واحد 8 شهور غادي تتعاملوا مع الناس اللي كيجيو وبداو يعطيكم البرامج ديالهم وترشحوا عليهم وكذا وكذا؟ اش نقول لك، حنا ما نكذبش عليك، واش بنفس الطريقه ديال 2009 غتتعاملوا في 2015؟ ما نكذبش عليك، انا داير قرار في راسي بانني ما غنمشيش ندير نعطي الصوت ديالي شي واحد في الانتخابات اللي جايين هادو. انا كلشي اللي كيجي كيترشح كيقول لك لا غنجيو نصايبوا لكم، لا غنجيو نديروا لكم، غنجيو نصايبوا لكم، وما شفنا حتى شي حاجه. اللي صايبوهم دابا في نظرك؟ ما صايبوا حتى شي حاجه، ما شفنا حتى شي حاجه، صوبوا راسهم. نوريكم حديقه اخرى واللي هي حديقة مسجد الرضوان اللي قدام بيت الله، نسميوها أي شيء إلا حديقة. شوفوا بصورة. سيدنا، حلقتنا شرفت على نهايتها اليوم. ترقبوا معنا قريب مزيد من الاختلالات في تسيير الشأن الجماعي بالمحمدية ضمن برنامج توك شو هنا المحمدية. تصبحوا على خير.